كل شيء، كل آلة، كل وسيلة، كل جو يجر الإنسان إلى جهنم، يتمكن يقاوم يقاوم، ما يتمكن يقطع العلاقة معه. هذه الآلة أتمكن أنظر إليها وأحافظ على ديني وإيماني، ما يخالف. الوسائل المشتركة بين الحلال والحرام ما فيها إشكال، ولكن أنا ما أتمكن. أنا إذا نظرت أنظر، إذا سمعت أسمع، ما أتمكن، يقطع العلاقة. مو ضروري، الثقافة مو متوقفة على هذه الوسيلة، أكو هنالك وسائل أخرى للثقافة. ما عندنا علماء في الشرق في الغرب ما عندهم علاقة بهذه الوسائل أبدا، ما يفتحوها ما يطالعوها. حتى في علماء الغرب الآن، حتى في الغرب أكو كتب علماء الغرب دا يألفوها في أضرار هذه الأجهزة والآلات. تحطم الإنسان، تحطم روحه، تحطم أعصابه، تحطم فكره، تحطم ثقافته، تجعله موجود مستهلك فقط، يقطع العلاقة. أنا بعد هذه الآلة اللي تجرني إلى النار ما أفتحها ولا أنظر إليها، ممكن. وكثير فعلوا هذا الشيء. أنا ما أقول هذه محرمة، واحد لا يتوهم أنه هذه محرمة، مو محرم. تتمكن أن تراعي الله افعل، ما تتمكن استرح منها واهجرها.